وسط أجواء من الود والمحبة، قام السيد أشرف عطية محافظ أسوان بتقديم التهنئة للإخوة الأقباط في مختلف الكنائس التابعة للطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بمرافقة نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى القيادات الدينية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية. وكان في استقبالهم بمطرانية الأقباط الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها والسادة القساوسة والكهنة. وقد أكد المحافظ على روح المحبة التي تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة في مبادئ المواطنة الحقيقية، فوحدة وتماسك الشعب المصري هم الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية. التفاصيل في تقرير الزميل أشرف عباس. وسط أجواء من الود والمحبة، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتقديم التهنئة لإخوة الأقباط في مختلف الكنائس التابعة لطواف الأرثوذكس الكاثوليك الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيدة، وذلك بمرافقة نائب المحافظ دكتورة غادة أبو زيد واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى القيادات الدينية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية بأسوان. حيث كان في استقبالهم بمطرانية الأقباط الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها، أكد محافظ أسوان على روح المحبة التي تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة في مبادئ المواطنة الحقيقية، فوحدة وتماسك الشعب المصري هي الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية، وهو الذي يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع فعاليات الاحتفال بالأعياد الدينية ليعطي رسالة للعالم بأن مصر هي رمز المحبة والحياة. ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا بيشوي عن تقديره وامتنانه لما يلمسه من محبة المهنئين المسلمين والأخوة الصادقة الذين يتوافدون لمشاركة إخوانهم الأقباط في احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد وعلى رصيف محافظ أسوان، مشيرا إلى أننا جميعا أبناء الوطن الواحد بتماسكنا وترابطنا لأننا شركاء في بنيان واحد وجسد واحد. وعقب ذلك توجه المحافظ لتهنئة طائفة الأقباط الإنجليين، حيث كان في استقباله الدكتور إيميل أنور ممثل عن مجلس الكنيسة، والذي عبر عن سعادته وامتنانه لحرص كافة فئات المجتمع الأسواني على تقديم التهاني لإخوانهم المسيحيين في مقدمتهم محافظ أسوان، ليؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التي تربط بين المصريين، فيما قدم محافظ أسوان التهنئة لطائفة الأقباط الكاثوليك، حيث كان في استقبالها القمص أنطونيوس زكري راعي الكنيسة، والذي أكد على أن هذه المناسبات العطرة تؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية في ظل قيادة سياسية حكيمة دائما تتمثل في الرئيس السيسي، والذي يعطي المثل والنموذج للتلاحم والتكاتف المتواصل بين جموع المصريين. من مدينة أسوان كان معكم أشرف عباس، القناة الثامنة، قناة طيبة.